نعم حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: من بنى لله المسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. ما شاء الله. أبي عثمان دعوة على مريضك قد بان تا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان من فساحة نعنى هاي بان سان مسجد سمراب الله الله نقا سان ته مو نقل فرقه أو بيبن ريكا دوي مسلم. ما شاء الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير. مع الترجمة بالكمبودي، تمام.